السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنحل مع بعض النهاردة محافظتين أو محافظة من برضو أو هنختار منها الأسئلة الاختياري والقطع اللي موجودة فيها على نظام الامتحانات الجديد لأولى إيه ثانوي. يلا بينا مع بعض، إحنا كنا برضو حلينا قبل كده فهنشوف مع بعض كده. أول سؤال بتاعنا طبعا هيجي لنا في الامتحان السؤال الأولاني اللي هو فيه سؤال جملتين في اختياري على السينما والانتروم والحاجات دي. طبعا انا عملت لكم حوالي 3 او 4 فيديوهات على السؤال ده، لميت لكم الست وحدات كلهم مره واحده. فاللي عايز يرجع ده هيبقى السؤال الاولاني يا شباب في الامتحان، اللي عايز يرجع لهم موجودين عندك على القناه، فيهم الست وحدات وفيهم اسئله كتير جدا على نظام اختيار الكلمتين. ده السؤال الثاني في الامتحان اللي احنا قلنا هيجي فيه 14 جمله، ولكن هنا هم 16، فطبعا ده مش هيفرق بالنسبه لنا، هي تبقى حاجه كويسه ان احنا عندنا جمل يعني. لكن هو في الامتحان هيجي لك 12 زي ما قلنا ب 12 درجه، والاربعه بتوع السؤال الاولاني يبقوا 16، واربعه على القطعه يبقوا 20 درجه. يلا بينا مع بعض كده نبدا نحل محافظه الاليوبيه. نمبر 1 ذا ريتش الاغنيه، طبعا لما بنحط كلمه ذا يا شباب مع الصفه بتديني الاشخاص اللي هم الاغنياء او الفقراء او المعاقين او كذا. ذا ريتش شود سبيس ماني تو تشاريتيز تو هيلب ذا بور، اكيد طبعا هنا هيتبرعوا دونيت او جيف بيعطوا. نمبر 2 فاير فايترز شود وير سبيس كلوز وايل فيسنج فايرز، طبعا المفروض يلبسوا هنا ايه يا شباب، خلي بالك وركز، ملابس بتحمي، يبقى هنا وقائيه يبقى صفه يبقى بروتكتيف. دايما النقط ديت يا اما عايز هنا اسم مع الصفه، عايز فيرب، عايز ادجكتيف، عايز ادفيرب، هي اللعبه كلها على كده او حفظ الكلمات. طبعا ماي براذر جوت هيز ماسترز ديجري سو هي از اوفر ذا، طبعا ده اكسبريشن موجود عندك يا شباب، اوفر ذا مون يعني خلاص بقى فرحان جدا. Just as the dinner space, my father was reading the newspaper. وركز هنا يا شباب، انا عندي هنا ركز في الجمله كده كويس جدا، الاكل هنا مش هو اللي هيعمل او مش هو اللي اتعمل، كان حد بيعمله، يبقى اللي هقول was preparing غلط، يبقى was being prepared جمله مبنيه للمجهول. طبعا just as هنا يا شباب اللي بيساوي كلمه while و as بيجوا وراه ماضي مستمر، ماضي مستمر، احنا كده كاننا بنراجع التاني، الاثنين ماضي مستمر، لان في اللحظه اللي بابايا كان بيقرأ فيها كان الأكل أو العشاء بيتجهز، يبقى الاثنين past continuous. نمبر 5 people should always get space، طبعا ده اكسبريشن محفوظ، get rid of على طول اللي هو يتخلص من، وقلنا ساعات بنستخدمه في الترجمة بس احنا ما عندناش ترجمة المرة دي. I space living away from my family before traveling abroad، طبعا هنا قاعدة اللي هو used to و am و is و are و was و were used to، ركز هنا كويس جدا هتلاقي بعد النقط في ing، ما دام في بعد النقط يا شباب ing يبقى هنا am is are او was او were used to verbs ing، دي قاعده ثانيه خالص خلاف used to بس فعل في الانفينيتيف. طبعا الكلام هنا في الماضي يبقى انا ما كنتش متعود، يبقى wasn't used to verbs ing. نمبر 7 tourists will stop coming to Egypt if tourism is not، لو السياحة مش مستقرة sustainable، حلينا 100 مرة قبل كده يا شباب. رجب space to the beach every، خلي بالك بص بص هيغلطوا في دي، every summer when he was young، الكلام ده كله محمول عندك قبل كده ومعمول عنه فيديوهات كاملة في زمن الباست، ان احنا ممكن يكون عندي كلمة every always و usually ممكن تيجي عادي مع زمن الباست، لان اللي بيحدد لي الجمله هنا الزمن بتاعها، يبقى اخد كلمه وينت في زمن الباست، على الرغم ان افري دي بتيجي مع مضارع بسيط. نمبر 9 four officers were sentenced to life imprisonment for their، طبعا هنا اكيد هم راحوا السجن طبعا for their mutiny، طبعا الكلام ده كله يا شباب برضو احنا واخدينه في قلب الكلمات. طبعا عندنا كلمة ميتني اللي هي التمرد، يبقى هم راحوا السجن علشان عملوا عملية ايه؟ تمرد، ودي هتلاقي موجودة في القصة بتاعت المنهج بتاعكم اللي هي بتاع الولد اللي احنا كنا عملنا عليه كام شابتر كده، فعشان كده قلت لكم حاولوا تقرأوا الكلمات بتاعتها، وربنا يسهل لو عرفت ألم لكم شوية حاجات عنها برضو في كلمات، أنا كنت عملت كذا واحدة قبل كده، فقلت لكم برضو خلي بالكم من كلمات القصة.
most of the students feel space when they start a new school لما بيبدأوا طبعا مدرسة جديدة. طبعا هنا feel بيحسوا بان هم طبعا مضغوطين stressed. The British space it for granted that it will rain in the summer in England. ده exhibition يا شباب عندك take it for granted. If you have a problem لو عندك مشكلة you can space me for advice. طبعا على طول يطلب النصيحة اللي هي contact me for advice اتصل بيا علشان تاخد النصيحة او تواصل معايا يعني. Number 13 to be respected by all people عشان تبقى محترم او يعني الناس كلها بتحترمك is one of the space of my job as a teacher. طبعا ده من ضمن المميزات الادفانتجز. وخلي بالك قلت لكم الميريتس والديميريتس والبروس والكونز الكلمات دي كلها هي عكس بعضها والادفانتجز والديس ادفانتجز. منى doesn't mind على طول يا شباب من غير ما افكر فيرب زاد اي ان جي كلمه مايند بيجي وراها فيرب زاد اي ان جي. The best thing to do when you are thirsty is to drink space. طبعا تشرب كوبايه يبقى a glass of. The smartphone is a space which has a great effect لو تأثير on our lifestyle. طبعا هو عبارة عن ايه يا شباب لو بصينا هنا كده جهاز ديفايس. طبعا الكلام ده هنعديه طبعا لان خلاص مبقاش يجي في الامتحان او مش هيجي يعني المره دي. Advertising has become a very specialized in modern life. طبعا بقى شيء مهم جدا عمليه الاعلانات والحاجات دي كلها في الوقت الحديث. In the business world of today في عالم البيزنس supply is usually greater than demand. انك انت تعمل عرض وتظبط العرض بتاعك والكلام من ده اهم طبعا من الطلب عليه. There is a great competition في منافسه كبيره جدا ما بين المانيفاكتشر اللي هم المنتجين of the same kind لنفس البرودكت المنتج عشان يقنع persuade customers to buy their own particular make عشان ياخدوا الصناعات بتاعتهم. They always have to remind the customer. لازم كل فتره يفكروا كده الزبون of the name and the quality الجوده والاسم بتاع البرودكت المنتج بتاعهم زي ما بيعملوا في الاعلانات كتير يعني. They do this by advertising. بيعملوا الكلام طبعا عن طريق الايه؟ الاعلانات. The manufacturer advertises in newspaper بيعملوا الكلام ده في الجرائد في البوسترز وفي التلفزيون طبعا وانت عارف الكلام ده كله. He sometimes pays for songs وساعات كمان بيدفع للاغاني اللي بتتعمل على المنتج بتاعه to be sung about his product عشان تتغنى على المنتج بتاعه in commercial radio programs في البرامج الاذاعيه. He employs attractive sales girls يعني يشوف بعض السيلز جيرز اللي هم البنات اللي بيبيعوا تو ديستريبيوت سامبلز عشان يعمل شويه عينات كده اوف ات طبعا المنتج بتاعه. هي اورجنايزز كومبيتيشنز بيعمل مسابقات ويز برايز فور ذا وينرز للفائزين. هي اوفن ادفرتايزز اون ذا سكرين زي ما قلت لك على الشاشات بتاعه السينما. موست امبورتنت اوف اول از اون تلفزيون لسه انا قايل من ايميل شويه. هي هاز ادفرتسمنتس بوت انتو ذا بروجرامز whenever this is possible لم يكن شيء ممكن ممكن يتعمل في قلب الايه البرامج. مانيفاكتشرز اوفن سبيند لارج سامز بيصرفوا فلوس كتير جدا على الادفيرتسمنت عشان يوزعوا المنتج بتاعهم. وي باي ا بارتيكولار برودكت بيكوز وي ثينك ذات اتس ذا بيست احنا ممكن نشتري منتج على اساس ان هو بيقولوا ان هو الافضل. وي يوجوالي ثينك سو بيكوز ذا ادفيرتسمنت سي سو. طبعا في بعض الناس بتعمل كده لان الاعلانات بتقول لهم كده. So people never pause to ask themselves if the advertisements are telling the truth. حته جميله جدا وده اللي انا بقوله. هل انت متاكد ان اللي بيقولوه في الاعلان ده حقيقي عن المنتج اللي بيقولوه او لا؟ طبعا ده مش هيكون الا لما تعرف او تدو او تشوف المنتج بنفسك. الادفيرتسمنت بيرسويد بيقنعوا اس تو باي ثينجز ايفن اف حتى لو هل المنتج از جاي لو جيد ولا وي دونت نيد ذم. هي دي طبعا لو احنا حتى مش محتاجينه بيحاول ان هو يقنعني بيعمل لي بقى شويه بروباجندا وبتاع وكلام من ده فتلاقيك انت عايز تشتري حاجه حتى لو انت مش عايز. ليه؟ من الشكل اللي هم بيعملوه او الطريقه. طبعا في الامتحان هيجي لنا اربع اختيارات احنا هنشتغل على الاربعه برضو زي نظام الامتحان. One of the following is not mentioned and it's a way of advertising. طبعا واحد من الجاي ده is not mentioned لم يذكر and it's a way of advertising وهو طريقة من الإعلان.
ايه اللي في دولت يا شباب ما جاش في الاعلانات او في فوق يعني؟ طبعا جه ده وده جت ودي جت، ما اتكلمش عن الترينز طبعا. The underlined pronoun it refers to his. طبعا كلمة it هنا بتعود على، انا قلت لكم احنا بنتكلم فوق على المنتج بتاعه. The best title to this text is، افضل عنوان للتكست النص اللي فوق هو، لو جينا بصينا كده مع بعض، كومبيتيشن مانيفاكتشر، لا هي طبعا طرق الايه الاعلان عن طريق كذا وعن طريق كذا وعن طريق كذا، وهي اللي بتعمل، حتى هو بدا اصلا بدا بكلمه الادفرتايزنج اللي هو الايه الاعلان. شوف كده برضه كمان شويه اختياري وقطعه المنوفيه. The horrible accident was the space of high speed. طبعا خلي بالك من الكلمه دي، كانت نتيجة السرعة العالية، the result of. رادي suffers from، بيعاني من heart disease، مرض في القلب. doctors recommended an urgent heart space operation. دي بيسموها يا شباب ان انا اشيل عضو واحط عضو اسمها transplant. A criminal space into my bank account. طبعا هنا على طول معروفة اللي هي هاك، اللي هو يهكر الايه البنك اكونت بتاعي. What did you space from this poem؟ طبعا انت اتعلمت ايه؟ كلمه اتعلم يا شباب اسمها ليرن، لكن تيتش يعلم اللي هو المدرس نفسه. ساره سنت مي، خلي بالك بص، اس ام اس جاست ناو، دي حته مهمه جدا يا شباب، ما تشتغلش على حرف، اشتغل على النطق، وانا قلت لكم قبل كده ان اي اي اس اس. نمبر 6 سبيس ويتش از درايد جريب، طبعا خلاص كده هو اتعرفت اللي هو العنب المجفف اللي هو الكارنت اللي هو الزبيب، موجود عندك في وحده من الوحدات. Your blue jeans space hung in the wardrobe. طبعا هنا خلي بالك الجينز جمع ياخد ار والتصريف الثالث الفعل، معلق في الوردروب في الدولاب بتاعك. A space is the one who works serious strenuously. طبعا هنا اللي هو التويلر هو الشخص اللي بيعمل في او بيعمل بطريقه فيها يعني ايه شغل كتير، اللي هو الانسان الكادح يعني. نمبر 9 I am presently short of money. Don't bother about that. ما يهمكش يعني I A U alone اللي هو يعتبر زي نظام كلمه قرض يعني لون، يبقى اكيد طبعا انا هديك قرض، وهنا طبعا عرض سريع على طول I'll give you. Unlike now يعني مش زي دلوقتي. I space black coffee، طبعا انا ما كنتش متعود، لان هو طبعا زي now اللي احنا قلناه قبل كده، يبقى هنا في الحاضر لكن ده زمان، انا ما كنتش متعود. I wasn't used to، وجاي وراها اسم يا شباب، وخلي بالك من الحته ديت، او verb زاد ing used to، بس بيجي وراها فعل في المصدر ما تنفعش. سوسو named her نيو بورن بيبي، سمت البيبي بتاعها الجديد الولد سبيس هير فازر، اسمها ايه يا شباب؟ نيم، خلي بالك بص بص الكلمه فين؟ اهي جاي معاها دي، نيم افتر سمته على اسمه. هي هاد ا سبيس فيس از هي هاد بين وركينج اول دي، طبعا بيشتغل طول النهار، يبقى اكيد ده كان موجود عندك في قلب القصه اللي هي تايرد لوكينج، كانت بيبدو عليها متعبه. ذا ليتل جيرل سبيس ميسنج داون تاون، طبعا اللي هي وينت missing down تاهت. I always use the space chemo for my little brother كمال، طبعا هنا اللي هو زي اسم مستعار كده اللي هو نيك نيم. space is a computer software designed to damage، طبعا هو سوفت وير ده في الكمبيوتر بيتلف the way a computer works، طبعا اللي بنسميه مال وير موجود عندك في الكلمات. The space of the police is to ensure that the law is obeyed، عشان يتأكدوا ان القانون بيطاع، طبعا هنا دور الشرطة. خلي بالكوا يا شباب تاني، دول ال 16 جملة احنا سايبهم زي ما هم، اللي هم كانوا جايين قبل كده هم هيبقوا 12، وعندك السؤال الأولاني زي ما قلنا معمول له فيديو لوحده عشان الناس تفكر ان ده الامتحان. طيب نشوف هنا كده قطعة. Many researchers الباحثين
engineers والenvironmentalists are expressing deep concern بيهتموا جدا about the change in the overall climate بيهتموا بالمناخ او على مدار العام يعني of the planet على الكوكب بتاع الارض بتاعنا. fossil fuels اللي هو الوقود الحفري اللي احنا بنستخدمه are being continuously used to produce electricity بيستخدم طبعا علشان ينتج الالكتريستي الكهرباء. The burning of this fuel produces gases like carbon dioxide, methane and nitrous oxide which lead to global warming. ده طبعا يا شباب بيؤدي الى الجلوبال وورمنج اللي هو الاحتباس الحراري. Desertification هو التصحر طبعا is also leading to warmer temperature بيؤدي الى زياده درجه الحراره. The hazard of global warming الارتفاع في الجلوبال وورمنج ده is continuously causing major damage بيسبب يعني تلف هائل جدا في البيئه بتاعتنا طبعا. Most people are still unaware في ناس لسه مش مدركه الجلوبال وورمنج ده ومش حاطين في اعتبارهم ان هو a big problem ان هو مشكله كبيره جدا في السنين اللي احنا عايشينها او اللي جايه. What most people don't understand اللي الناس مش فاهماه ان الجلوبال وورمنج ده يا شباب is country happening and we are already experiencing some of its withering effects واحنا بنعاني من الاثار بتاعته دلوقتي. اتس هنا عايد عليه طبعا. It severely affects ecosystem طبعا اللي هو النظام البيئي بتاعنا بيأثر عليه and disturbs ecological وبيأثر على التوازن البيئي البالانس. Therefore some solutions must be devised لازم نبتكر بعض الحلول. الالترناتيف انرجي سورس زي السولار اللي هو الحاجه الشمسيه والويند الرياح والهيدرو الحاجات المتعلقه بالميه الجيوثيرمال اللي هي الحاجات الارضيه والبايوماس والحاجات الحيويه كلها محتاجه ان هي تتابع كويس جدا وان احنا نجد لها رينيوبل سورسز اللي هي مصادر متجدده ودي طريقه مهمه جدا تو كومبات عشان نكافح ذا ايفر انكريزنج جلوبال وورمنج الازدياد بتاع الجلوبال وورمنج اللي هو الاحتباس الحراري حتى لو في ازدياد في درجه الحراره اوف ذا بلانيت از ريلي اب سيتنج. ده طبعا شيء بيبقى مزعج بالنسبه لنا. When sunlight reaches the earth 30% من الضوء ده of the earth sunlight is sent back بيرسل تاني الى الفضاء بيعكس طبعا while the remaining is absorbed by oceans والباقي طبعا بيمتص بواسطة الاوشنز والاير واللاند. This heats up وده بيزيد من درجة الحرارة بتاعة السطح of the planet بتاع الكوكب. It's caused by anthropogenic activities عن طريق دراسة الأحياء أو الأصل بتاع الإيه الأحياء. طيب نشوف كده مع بعض الديزرتيفيكيشن زي الشباب خدناه قبل كده معناها إيه. A wide area of trees إنك أنت تعمل تطهير أو إنك أنت تشيل أو كلير تزيل the underlined word it's لسه قايلينها دلوقتي يا شباب طبعا عايدة على الجلوبال إيه وورمنج. الساينتستس العلماء ريكومند بيوصونا ايه فوسيلز او فوسيل فيولز ان ان اتمت تو سولف ذا بروبلم عشان نحل المشكله. طبعا اكيد الفوسيل فيولز ديت مش حلوه يا شباب المفروض ان احنا ريديوس نقلل بيرنينج فوسيل فيولز سبيس جلوبال وورمنج اكيد طبعا بيعمل زياده او بيؤدي الى اسمها ليد تو يا شباب بيجي وراها اسم او فيرب زائد اي ان ايه ان جي. كده احنا حلينا برضو شويه على الاختيارات وعلى القطعه وزي ما قلت لكم تاني في ثلاث اربع فيديوهات موجودين عندك على القناه بس معمولين كده للكلمه او للسؤال بتاع الكلمتين لو انت بحثت عنهم هتلاقيهم موجودين عندك يبقى انت كده معاك كامتحان كامل وانا هحاول برضو ادورك على امتحانات برضو فيها نفس الكلام او فيها ثلاث اجزاء مع بعض ونحلهم مع بعض ان شاء الله. اتمنى يكون المحتوى عجبكم وما ننساش لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.